شنت مقاتلة تحالف غارات وصفت بالأعنف على العاصمة صنعاء منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن، واستهدفت الغارات منازل قياديين حوثيين وعددا من المواقع العسكرية من بينها معسكر الصيانة ومقر الفرقة الأولى مدرع سابقا، وشهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من الأماكن المستهدفة، وتوالت الانفجارات من داخل معسكر الفرقة بعد استهداف طيران لمخزن أسلحة فيها. قتل 35 مسلحا حوثيا في غارات للتحالف استهدفت تجمعات بشرية للحوثيين ومعدات عسكرية لهم بمأرب، وقصفت الطائرات مواقع حوثية مختلفة في جبهة الجفينة والبلق، مدمرة 9 مدرعات ودبابة وعربة كاتيوشا ومنصة للصواريخ ومخزنا للأسلحة. هذا وشارك طيران الأباتشي مساء أمس المعارك ضد الحوثيين جنوب غرب محافظة مأرب، وقصفت 3 طائرات أباتشي تجمعات للحوثيين في جبهتي الجفينة والبلق. أكد المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري أن العمليات العسكرية تتم بشكل مرحلي ولا يمكن تجاوز مرحلة قبل أخرى، موضحا بأنه لا يمكن تجاوز تعز ومأرب في المرحلة الحالية. ذكرت مصادر إعلامية أن قوات التحالف العربي أحبطت عمليات تهريب أسلحة مضادة للطائرات عبر ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، ودمرت زوارق التهريب مع حمولتها من الأسلحة. واتهمت المقاومة الشعبية في وقت سابق إيران بمحاولة تهريب ألغام بحرية عن طريق سفينة صيد تجارية بالحديدة. حملت منظمة هيومن رايتس واتش جماعة الحوثية المسلحة مسؤولية زرع ميليشياتها ألغاما محظورة مضادة للأفراد في مدينة عدن قبل أن تنسحب منها، وطلبت المنظمة ميليشيات الحوثية التوقف فورا عن استخدام الألغام المضادة للأفراد واحترام التزامات اليمن كطرف في معاهدة حظر الألغام.